شو بعمل يعني أنا؟ شو بعمل؟ عم تعاتبيني؟ أنت مالك حاسة فيني؟ على القليلة أنت إذا بتحردي فيك تروحي على بيت أهلك، بس أنا وين بروح؟ خلصنا بقى، خلصنا عمر، والله ما كان قصدي. لك أنا ما فيني عايره بشي ولا فيني حط عليه وحدة هالقد، ما نوع عامل لي شي. بس أنت ما بعرف يعني، يمكن أنت بتقدرين أنه ربيتي له ابنه لصبحية الله يرحمه. أنا إذا بيقول لي اللبن أسود رح أقول له أي معك حق، اللبن أسود. شو فيني أعمل؟ أطلع؟ عندي بنتين، مين بده ياخذهم أمها المطلقة؟ قولي لي مين؟ وعلى قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، وبخاف لا تصدق يوم من الناس واحتار. أهلين مرت عمي، بكياني تقبريني؟ شو بكي؟ احكي لي المنام اللي شفتيه. المنام؟ أنام الله، يمكن عبد الله. ايه هذا عبد الله، بس أنا ما حبيت لك مشان ما ضايقك. لك عندي يا مرت عمي، حطك بقلبي وجوات عيوني مثل ما وصاني، لأنه هي إشارة من عند رب العالمين.